في الدير في العديد من الألالي أو الأليات القديمة اللي كان عادة بيسكن فيها الرهبان للعزلة وللعبادة، وكانوا بياخدوا فيها أقل القليل من احتياجاتهم. احنا دلوقتي داخل القلاية، وتحديدا داخل مضيفة القلاية. تمام، مضيفة زي ما قلنا لو مكان اللي بيضيف فيه بس الرهبان، زي ما حضرتك شايفة مكان صغير جدا، ما يجيبش اكتر من 2 متر في 2 متر. ولو ركزنا كده في شوية حاجات من الحاجات البدائية، يعني شايفة حضرتك ده عمل خوص. الرهبان زمان كان بيشتغلوا بايديهم، وزمان خالص كان بعد ما بيشتغلوا الخوص ده بيبيعوه عشان يقدروا يجيبوا بيه المواد اللي ياكلوها. كجزء جزء زي ما شايفين لمبه جاز. جزء ده دي لمبه جاز. دي ده وده زي وعاء، حاجه كلها شايفه كل حضرتك حاجه هاند ميد، حاجه بتبقى من الطبيعه وبيعملها هو بايديه. يعني ده يعني مثلا ياخد فيه فاكهه؟ لا، ما هو في الاول ما كانش ايه، زي كونتينر لاي شيء هو ممكن يستخدمه. طيب وده ايه؟ ودي بيسموها حصيره، دي اللي كان بيناموا عليها في الاول في المحبسه، موجوده جوه اللي هو الجزء الثاني، زي سرير بيتحط بدل مرتبه بتتحط الايه اللي هي الحصيره دي. وده حاجه مع الوقت بدات ايه دي، يعني ده يعتبر زي ايه خزنه صغيره او دولاب صغير اللي هي الحاجات الشخصيه بتاعتي. يعني سؤال، هو المكان ده مستخدم حاليا؟ ده الوقت قريب كان فيه فعلا في حد من الاباء موجود، لانه انا شايفاه يعني بسيط قوي. تمام، هو لحد دلوقتي في اباء عايشين في حاجه زي كده في قلالي جنبنا اللي قدام شويه، بنفس الشكل ده، بنفس الشكل بس في قلايه تانية. لان زي ما قلت لحضرتك احنا لو كان فيها اب راهب موجود ما كناش هنقدر نصور. صحيح، ولكن هي دلوقتي استخدمت كوسيله ايضاح لاي حد ممكن يبقى جاي يسال يعني ايه قلايه وتقسيمتها. صح، وفي ايه بقى جوه الاوضه دي؟ بنفس الفكره، باب قصير تاني، ودي بقى الجزء التاني من القلايه اللي هي المحبسه، اللي هي الجزء اللي مش محدش بيخش فيه غير هو الراهب بس، اللي هي حياته مع الله وسريه حياته مع الله، عشان كده لقبت المحبسه. يا دوبك بتحتاج بس كالسرير بتاعها على الارض، يا دوبك حته خشبه وعليها الحصيره دي بس وخلاص، والصليب بتاعه والكتاب المقدس بتاعه، الحاجات اللي هي خاصه بحياته مع ربنا. يعني حياه صعبه برضو، مش سهل ابدا. هو فعلا كل حاجه بتبقى صعبه، بس مع ربنا هو اللي بيدي النعمه وبيخلي الواحد وبيديله التعزيه اللي بيحس ان هي اوسع حته في الدنيا. الفكره بيبقى القلب هو اللي واسع مش المكان، الارتياح بيكون لكده. طب واذا حب مثلا ياكل فين؟ احنا عندنا حاجه في الرهبنه اسمها المائده. المائده دي عباره عن مكان بيبقى فيه زي ترابيزه كده كبيره او سفره، ليه ميعاد ثابت ان احنا بنروح كلنا نتناول فيها الوجبة دي، ويكون قائم على المكان ده بعض من الأباء المسؤولين، ويسمى المكان ده المجمع، اللي هو المجمع المكان المسؤول على أنه يعمل الأكل. زي ما قلت لحضرتك كل راهب بيبقى له وظيفة، ومن ضمن الوظائف الحاجة دي بيكون واحد مسؤول أنه يعمل الأكل ده، بحيث أنه يوفر لي وقت ويوفر لأخويا وغيره، أنه كل واحد يشوف شغله، وبالتالي يبقى في مكان نقدر نجتمع فيه، وبيطري اثناءه بستان الرهبان اللي هو اللي زي ما اتفقنا الكتاب الاساسي بتاع الرهبنه. طيب الراهبات، تمام، لهم نفس يعني نفس القلايه دي؟ الرهبنه واحده. تمام، يعني الاساسيات بتاعتها واحده، بس طبعا ديوره الرهبان للرهبان وديوره الرهبات للرهبات. بالنسبه مع الوقت بقول لحضرتك دي كان قلايه تقريبا في القرن التاسع الميلادي، نفس التقسيمه دي موجوده حاليا، بس ممكن تكون ايه في مكان تاني ووسعت شويه، بحيث ان هي تدي الـ الـ القدره على الايه على الحركه اكتر. بالحاجه اللي بدا الوقت يبقى محتاج مثلا حاجه ان احنا نستخدمها في خدمتنا او حاجه زي كده. ايه بقى ايه اللي فوق ده؟ ده بنسميه روشن. ايه بقى ده روشن؟ ده دي جزء التهويه. لو خدت بقى حضرتك دلوقتي مفيش اي نوافذ للهواء خالص، فده اللي بيدخل الاضاءه بالاضافه لشباك او طاقه صغيره، حاجه صغيره قوي. فده للاضاءه وللتهويه. يعني دي حياه تقشف جدا جدا يعني. حلوه جدا من التقشف يا دكتور. هو على فكره الرهبنه بتقوم على 3 مبادئ: الباتوليه اللي احنا قلنا عليها ان هو مش بيتجوز، والمعنى الروحي ان هو يكون عايش بشكل طاهر، وتاني حاجه الطاعه، الطاعه الاب اعترافه لرئيس الدير، واخيرا حاجه اسمها الفقر الاختياري. يعني ايه الفقر الاختياري؟ انه يحب يعيش زي ما اللي موجود يرضى بيه. يبقى فعلا ابسط حاجه ترضيه ويبقى قاعد في اي مكان.
والفقر الروح كمان بس مش في الحاجات المادية، حتى في الحاجات المعنوية. يعني ما يحبش يسمع كلام مديح، ما يحبش يمسك سلطات، ما يحب. هو الفقر الاختياري بمعنى أنه ارتضى بروحه أنه يصير فقير لأجل أن يكون غني مع الله. جميل.